السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الثقافية من تلفزيون سلطنة عمان، والبداية مع أبرز العناوين. حصن مرباط بمحافظة ظفار معلم تاريخي وحضاري يفتتح أمام الزوار. معرض ثقافي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. الحاجز المرجاني في بيليز خارج قائمة اليونسكو للتراث المعرض للخطر. أكدت وزارة التراث والثقافة أن موقع مدينة قلهات الأثرية الذي تم إدراجه على قائمة التراث العالمي باليونسكو في الدورة 42 للجنة التراث العالمي المنعقدة بالعاصمة البحرينية المنامة يأتي في إطار الحرص الدائم للسلطنة في إبراز تراثها الحضاري والثقافي والإنساني والتعريف بالقيمة الاستثنائية المتمثلة في أصالته كتراث ثقافي عالمي، وترشيح موقع المدينة لإدراجها ضمن القائمة العالمية. وأكدت الوزارة أن الدراسات في الموقع بدأت في تسعينيات القرن الماضي بالتعاون مع جهات من داخل السلطنة وخارجها لإجراء المسوحات البرية والبحرية، كما بدأت أعمال التنقيب في عام 2008، وفي العام 2012 بدأت أعمال تأهيل الموقع وترميم جميع الشواهد الأثرية والتي لا تزال مستمرة. في إطار الجهود الهادفة إلى تحويل القلاع والحصون إلى مزارات تاريخية يرتادها الزوار من داخل السلطنة وخارجها، افتتحت وزارة السياحة حصن مرباط بمحافظة ظفار أمام السياح والراغبين في الاطلاع على المعالم الحضارية والتاريخية التي تزخر بها السلطنة، وذلك تزامنا مع بدء موسم الخريف بمحافظة ظفار لهذا العام. وحرصت وزارة السياحة من خلال مشروع تأهيل وتطوير حصن مرباط على إشراك المجتمع المحلي بشكل فعال من خلال المشاركة في الأفلام الوثائقية والصور الفوتوغرافية والدراسات التاريخية، بالإضافة إلى مشاركة الجمعيات كجمعية المرأة العمانية في مرباط وهيئة الصناعات الحرفية المتنوعة بتزويد الحصن بالمقتنيات والمشغولات اليدوية، بالإضافة إلى المشاركات الفردية. كما يحتوي الحصن الذي شيد في القرن التاسع عشر الميلادي على مرشد آلي يوفر للزائر 9 لغات عالمية مختلفة. احتضن المركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الموريتانية نواكشوط معرضا ثقافيا بمناسبة انعقاد القمة 31 للاتحاد الأفريقي. يتضمن المعرض مجموعات من الكتب والمؤلفات والمخطوطات والمطبوعات ونماذج من الصناعات التقليدية الموريتانية، فضلا عن لوحات من الفن التشكيلي تظهر تنوع وعمق فكر الإنسان وتفاعله مع محيطه الطبيعي والتضاريسي. إلى بيليز التي يقع بها ثاني أكبر حاجز مرجاني في العالم بعد نظيره الأسترالي، والذي سحب مؤخرا من قائمة اليونسكو للتراث المعرض للخطر، حيث لم تكن بيليز تتمتع بقوانين صارمة في مجال حماية البيئة، ما دفع اليونسكو إلى الإعلان أن هذا الحاجز معرض للخطر في العام 2009. ويحتوي الحاجز على تنوع حيوي كبير تنتشر فيه أنواع كثيرة من الأسماك الاستوائية والسلاحف وسمك القرش. النشرة الثقافية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان، ونتابع بعد قليل. أغنيات كأس العالم رسائل تحمل أجمل القيم الإنسانية. We'll be right back.
وفي هذه المحطة من أخبار الثقافة نأخذكم مشاهدينا بين جنبات معرض في لندن يضم أعمالا فنية مستوحاة من بداية المشوار الغنائي لمايكل جاكسون الذي يعد من أهم الموسيقيين في عصره ووفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية. افتتح في لندن معرض يضم أعمالا فنية مستوحاة من قصة بزوغ نجم ملك البوب الراحل مايكل جاكسون. المعرض الذي أطلق عليه مايكل جاكسون أون ذا وول أو مايكل جاكسون على الجدار يتضمن مجموعة من اللوحات والصور الفوتوغرافية وغيرها من الأعمال التي تتبعت حكاية صعود مايكل جاكسون بدءا من ظهوره مع أشقائه في أيام صبا في فرقة جاكسون 5 حتى أصبح واحدا من أهم نجوم الموسيقى في العالم. ومن بين الأعمال الفنية التي عرضت هنا في قاعة معرض اللوحات الوطني في لندن آخر لوحة بورتري طلب مايكل من الفنان الأمريكي كينيدي وايلي أن يرسمها له وذلك قبل وفاته عام 2009 عن عمر 50 عاما. اللوحة التي تصور مايكل وهو يرتدي درعا لامعا ويمتطي حصانا انتهى العمل بها بعد وفاة النجم الراحل بسبب جرعة مسكن زائدة. ويرى الفنان مايكل جيتس أن المعرض يعيد إلى الأذهان الأثر الكبير الذي تركه المغني الراحل على صناعة الفن وكذلك على أجيال من الفنانين المعجبين بأعماله. المعرض في رأيي يسلط الضوء نوعا ما على حقيقة أن مايكل جاكسون كان يتطور باستمرار، ولذلك فإن الناس سيرون نفس الشخص بطرق متنوعة مثلما يرى الناس الجميع بطرق مختلفة كثيرة خاصة مع مرور الوقت، وبالتالي يعكس تعدد هذه الأعمال أن مايكل لم يتغير بمرور الوقت فحسب، بل أنه كان يعني الكثير للعديد من الناس كجوانب مختلفة من مايكل جاكسون. وسيستمر المعرض في فتح أبوابه أمام الزوار في لندن حتى أكتوبر تشرين الأول، ثم يتوجه في جولة تضم فرنسا وألمانيا وفنلندا. بطولة كأس العالم ليست حدثا رياضيا يتمحور حول لعبة كرة القدم فحسب، بل هي ظاهرة إنسانية تتكرر كل 4 أعوام، حيث يجتمع العالم بمختلف شعوبه وثقافاته في أرض واحدة تحركهم مشاعر الإثارة والحماس والسلام والوحدة التي تعكسها الأغنيات الرسمية الخاصة بهذه المناسبة العالمية. التقرير التالي يتحدث عن دلالات أشهر أغنيات بطولات كأس العالم. كأس العالم الحدث الأضخم على الإطلاق، رياضي في ظاهره وفي باطنه الإنسانية، يتجرد بنو البشر من جميع الانتماءات وتتلاشى بينهم كل الاختلافات. هو عرس عالمي تتمازج فيه الشعوب وتندمج لتصبح واحدة. ولأن كل عرس لا يخلو من الأغنيات، فقد أصبح لكل بطولات كأس العالم أغنية خاصة تجسد مشاعر الإثارة والاحتفال والسلام، وتستحضر أجمل القيم الإنسانية كحب الوطن والكفاح والتضحية والمنافسة الشريفة. ويعود هذا التقليد إلى نسخة 1966 في إنجلترا حينما أطلق لوني دونيغان أغنية World Cup ويلي. ونستعرضها هنا أكثر أغنيات المونديال شهرة. في مونديال فرنسا عام 1998 صدحت أغنية The Cup of Life في أرجاء المعمورة، وما تزال تحظى بشهرة كبيرة حتى اليوم. وقد ذكر الفنان ريكي مارتن حينها أن أغاني المونديال هي القوة الناعمة التي تشكل مع كرة القدم أجمل ظاهرة اجتماعية قد يعيشها العالم. هل تريدها حقا؟ هيا هيا، لا يمكن لشيء أن يردعك إذا أردتها حقا. إنها كأس الحياة، لقد حان الوقت لتحصل عليها، إما الآن أو أبدا.
بمونديال جنوب إفريقيا 2010 قدمت الفنانة الكولومبية شاكيرا أغنية يغلب عليها الطابع الإفريقي بعنوان وكا وكا، أي فقط افعلها، وهي الأشهر على الإطلاق، إذ يصل عدد مرات مشاهدتها والاستماع إليها حوالي 2 مليار. أنت جندي، تختار معركتك، أنت في الواجهة والعالم يشاهدك، يعقد آمالاً كبرى عليك، عليك بالصبر والجلدة، إن وقعت انهض ولا تستسلم. هذا العام في روسيا أغنية One World عبرت بشكل تكاملي عن أننا عالم واحد. هنا أتينا كشخص واحد، نقف مع بعضنا، فخورون بأنفسنا، لا يهم من أين أتينا، نحن عالم واحد. أعطني الحب، الحرية، الأمل، الروح، أحتاج لكل ذلك. كل 4 أعوام تأتي بطولة كأس العالم، من كان قبلها في حرب يصبح في حالة مؤقتة من الحب، ومن استطاع أن يفرق بين بني آدم يعجز في هذا الحدث أن يعترض تلك الرغبة الإنسانية المندفعة نحو الوحدة والمحبة والسلام. وقبل ختام نشرتنا، هذا تذكير بعناوينها: حصن مرباط بمحافظة ظفار معلم تاريخي وحضاري يفتتح أمام الزوار. معرض ثقافي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. الحجز المرجاني في بيليز خارج قائمة اليونسكو للتراث المعرض للخطر. وصلنا إلى ختام نشرتنا الثقافية، تقبلوا تحيات فريق العمل، إلى اللقاء.